أن تلك العجوز وكوخها لن يطول مقامهما، لن يدوم قوام ذلك الكوخ الموشك على الانهيار أكثر من عام، وسيعود طاق كسرى وقصره منفرداً بالعظمة كما كان لآلاف السنين. وهو كذلك، فطاق كسرى العظيم سيبقى إلى الأبد رمز مجدنا وعظمة ملكنا، ملك أنوشيروان. ماذا يحدث؟ ما الذي يجب هنا؟ أيها الحراس، أيها الحراس، ما الخطب؟ بزرج مهر، أين أنت يا بزرج مهر؟ ما الخطب يا ترى؟ يا بزرج مهر، فليطمئن الملك المعظم، إنه مجرد زلزال طفيف، هدئ من روعك. زلزال؟ ما الذي تقوله يا هذا؟ مجرد زلزال طفيف؟ أو تحسبني أبلها؟ أي زلزال هذا الذي يهدم طاق كسرى العظيم ولا يضر بكوخ تلك العجوز؟ إن كان مجرد زلزال طفيف لكان قد هدم ذلك الكوخ أولاً، لماذا لم يهدم أي مكان إلا طاق كسرى رمز قوتنا؟ لماذا لم يشعر أحد بهذا الزلزال إلا من كان في قصرنا؟ ها، لماذا؟ أياً كان الأمر فهو زلزال قد هز عرشنا وكبرياءنا وقضى على عظمتنا. يا لهذا المصاب، يا لهذا المصاب. لم يخطئ الملك أنوشيروان في هذا، ففي ليلة ميلاد النبي الأعظم أنبأ الله تعالى الطغاة بمولد خاتم الأنبياء والرسل بتزلزل عروشهم الواحدة والآخر. لا تنسى الاشتراك والاعجاب في قناة شهاب الفضائية.